السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا اخوان. كيسالو معايا اخوان هنا في القطار الله يسلم، جابوا لي شي واحد الصباح حطوا لي واحد الباب تسمى المساكين. كما غتشوفو المساكين جابوا لها الطريق، جابوا لي الحلة، ما تنشالو مع الحلة والحليب، شي كاس السكاتة بحال هي هادي. شوفو المساكين راه كيموت وكتسم. شوف معايا، ديروا شويه د الحنه، تحطوش بزاف على شويه بحال هكا الحنه، نحطو هذا هنا شويه الحليب، كتشعلو معايا الحليب. هنا الحنة هادي الحليب، نخلطها في الكاس بحال هكا، نشوف شي حاجة هاد الوز هاكا دخلت شوية مزيان. شعر معايا مسكين، هو كيما كيسم مسكين، مبقاش مسكين، السنة باقي بحال هكا. بالنسبة للدياغ نغسلو من بعد، بسم الله نشربو بز منو. السكر راه مهلوك وكيسم، الله يعطيهم الحق الناس اللي كيعطيو اللي كيتعدوا على الحيوانات ويتعدوا عليهم، الله يعطيهم الحق. راه السيد في الصباح جابوا لي مسكين، قال لي كودي راه مساليش انا ولا حولي احد الباب اللي منك ليه، حنا نجربوا هاد الطريقة ان شاء الله. الله يا ربي يسم. دعيو معايا يا اخوان، الله يرضى عليكم، دعيو معاه. هم مسكين راه بارد، صح.
يا اخوان نجربوا هذه الطريقه نشوفوا على الله ان شاء الله، نتمنى الله يجيب لي الشفاء. ادعيوا معايا يا اخوان، احنا شربنا ليه الحمله وشربنا ليه الحليب، ارسل لي القيد اخوان. هذا القيد الحليب رسول الله اهو يا اخوان كما كتشاهدوا، مسكين محروس يعيش المسكين، حين فات الفوت تعطل عليه بزاف، هو مسكين هو اثر ديال السما وكاين باقيين في رجليه. الله ياخذ الحق في الناس اللي كي يعطوا السما هاد المخلوقات المساكين. قال لي مسكين بقاش كيرمش، واقيلا مسكين واقيلا صايب لي كيخرج على روحو. حسبي الله ونعم الوكيل ودي. شاهدوا معايا، درنا ليه الحليب، السكتة هي والحنة. والله يا اخوان دعوا معايا يجيب لي الشفاء ان شاء الله. الحمد لله اللي علينا حنا درناه. حيت عطلوا عليا شويه، مسكين واحد السيد ساكن حدايا وقال لك ودار لقاه في الزنقة تيموت وجابوا لي. احنا جربنا الطريقه، نتمنى تفيد الناس المشاش اللي كي ياكلوا السم، هذه الطريقه باش ينقذوهم. ولكن ما يكونش داز عليه الحال بزاف، خص يكون يلا ديك الساعه واكلو، خص تعطيو هذا الحنة والحليب، شويه الحنة وشويه الحليب. ودعي معايا اخو الله يجيب ليه الشفاء. ها هو مسكين، ها هو ها هو مسكين. دابا نحاول نغطيه، نشوف معاه، نحاول نغطيه مسكين على البرد. ها هو الشيء اللي كان يا اخوان. نسوش يا اخوان واحد اللايك للفيديو، واخا الناس كيسبوا تيقول لك كتصور المشاش بس جيب اللايكات، هادشي كنديرو في سبيل الله. ديروا يا اخوان لايك للفيديو، ديروا التعليق، نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. اي اخبار على القط ان شاء الله نقولها لكم ان شاء الله. الى برا ان شاء الله نصورو نقول لكم راه برا ان شاء الله، الى ما طرا نقول لكم ما مات. هادشي اللي كاين، تبارك الله عليكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.